السلام عليكم، معك طارق يوسف، الكاتب العام ديال قطاع الشاحنة جهات فاس مكناس، الكاتب العام ديال المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط. الأسباب هذه الوقفة الاحتجاجية، وقفة احتجاجية بأسباب لغلاء أسعار المحروقات. أول حاجة المنظمة كتستنكر وبشدة غلاء التصاعد الغير المسبوق للمحروقات، وتدعو الحكومة إلى إحداث صندوق المعاصر للتسعيف ودعم أسعار المحروقات. علاش؟ لأن في هذا الصدد هذا اللي وقع دابا في ارتفاع أسعار المحروقات، وقعت مشاكل عدة، منها زيادة على المواطن. حنا ما عديناش نزيدوا على المواطن، علاش؟ إلا زدنا المواطن غنديروا الفوضى، وإلى هذه اللهم تزادت علينا واضطرينا أننا نوقفوا، ما نقدوش نزيدوا ولهذا كنحملوا الحكومة، رئاسة الحكومة كلها كنحملوها على هذا الغلاء، حيت لأن لو كان عندنا مازال صندوق المعاصي ما بقاوش نقولوا حنا طلع ولا هود. علاش؟ لأن حنا عندنا واحد التسعيرة كنخدموا بها، مثلا تسعيرة فاس كاينة كتبدا من 800 درهم حتى 1000 درهم. أيوا عال لهاد الشاحنة اللي كتشوف أمامك، ممكن راه الريزيرفوار ديالك قداش؟ شوف هذاك الريزيرفوار كتهز 1000 حتى 1200 يطرو ديال المازوط، الا تزادت عليها 2 دراهم ونص في اليطرو شحال ولات على 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 على, على, على ال1000؟ كتولي 1000 2500 درهم. الكاميو الا خدم مده 5 ايام ولا 6 ايام كتزاد عليه ما بين 40 حتى 56000، 2000 ما بين 2000 2800 درهم في الخمس ايام. الى خدم شهر كتزاد عليه 10000 درهم. واش غتزيد على المواطن؟ غتزيد على المستهلك؟ لا، ما يمكنش تزيدها. كضطر ان دابا الناس عندنا هنا ناس واقفين في هذا الاحتجاج اللي كتشوف، راه ما كيخلصوا لا طريطه دابا، يعني الكريديت الشاحنه ما عندوش الفينات باش يخلص، ما عندوش باش يشري البنو. راه نوريك شاحنات. علاش؟ بسبب ان ولا ارتفاع الغلاء ما بقاوش كيهبطوا السلع للناس، ما عادوش باش يدور العجله الاقتصاديه. منها ها هما واقفين حداك، يا كاين اللي الناس غيجي يديو لهم الشاحنات ديالهم بسبب هذا الغلاء. علاش؟ لان ما كاينش الرواج. هذا الشيء اللي خلى ان هاد الناس تفيض تهضر تقرع عليها. كان المسؤول المباشر هو صوت عالمي ولا الحكومه؟ المسؤول المباشر ليس لنا علاقه بالعالميه. علاش؟ لان احنا الغازوال بالنسبه حنايا، بالنسبه لنا احنا، ملي كيكون ب 40 ولا ب 50 دولار البرميل، واش حنا كندخلوا فيها؟ كيقول لك هما حتى هما قالوا النقل، باش كيوصلوه لنا بالنقل؟ كيوصلوه لنا حنايا. حنا ملي كيكون هو رخيص، علاش كيبيعوه لنا غالي؟ علاش؟ ما كندخلوا فيهم لا في غالي ولا في رخيص. يعني حنا كنطالبوه رئاسة الحكومة كيف ما كان أنه يتسعف. شنو معنى يتسعف؟ يرجع كيف ما كان عندنا صندوق المقاصة. مي كان صندوق المقاصة كان بسبعة دراهم، سبعة دراهم ونص، ثمانية دراهم، كيجي في المتناول، كيجي مزيان. علاش؟ لأن كيوصل أي مستهلك كيف ما كان عليه، من الحليب ولا مطيشة ولا من جميع المواد اللي كتنتقل من المغرب كله من ربوع المملكة كتوصل في المتناول. أي عقل مطيشة البارح 6 دراهم، ودابا الا كانت 6 دراهم مطيشه، غدا بشحال رمضان بشحال توصل مطيشه للمستهلك؟ ها شكون اللي هياكلها؟ ها ايوا عقل. عده الحليب دابا، الحليب ما نهضروش عليه. علاش؟ لان الحليب ديالهم، لان الحليب كيوصل، لان عندهم الدعم. علاش؟ لان باش نشير لك ونوضح للاخوان، هو ان عندنا حنا بالنسبه كمهنيين عندنا غازوال مهني، الغازوال المهني كيستافدوا منه معايا هما الناس اللي عندهم بارك، اللي عندهم من 10 الكاميونات ورد الفوق. اما مشاحنه ولا جوج ولا ثلاثه ما كيستافدش من الغازوال المهني. هذا اللي كنطالبوا به دابا حاليا حنايا، ان المهنيين يستافدوا من الغازوال المهني، ويستافدوا من المهني كامل يستافد. السلام عليكم ورحمه الله، تحيه للاخوان المناضلين اللي مساندين هذه الوقفه الاحتجاجيه. اولا كنتطرق للسبب الرئيسي لهذه الوقفه.
السبب الرئيسي هو الغلاء المفرط لسعر المحروقات اللي كان نرجيو السبب الرئيسي ديالو لرفع الهامش الربح بالنسبة للمروجين ديال هذه المادة هذه اللي كان 50 فرنك اللي كان 50 فرنك ولا درهم و50. بغينا نعرفوا هذه كلاتيك اللي يعني الضريبة اللي فرضها الحكومة على هذه المادة وهي الغازوال اللي واصلت 3.5 درهم، يعني خص تكون فيها مراجعة ويكون فيها نقاش. يعني 3.5 درهم نضيفوا عليها 1.5 درهم ديال هامش الربح اللي تزاد بالنسبة للمروجين ديال المادة، هذه 5 دراهم زايدة في سعر المحروقات. يعني هذه 5 دراهم زايدة كتاخذها الحكومة وكياخذوها المروجين، يعني شكون اللي كيتحمل هذا العبء هذا؟ كيتحملوا المهني، والمهني يعني كيعرف القدرة الشرائية ديال المواطن أنها ضعيفة، يعني هي ضعيفة يعني من منذ الأزل، ولكن دابا مع تداعيات كورونا وهاد المسائل وهاد الأزمات اللي كتوالى على البلاد، يعني تزاد تأزم المواطن. باش حنا غادي نزيدوا في التسعيرة ديال النقل، ما يمكنش نزيدوا في التسعيرة. حنا لجأنا للحل السهل اللي هو الوقوف، نوقفوا على العمل حتى نشوفوا هاد الناس هادو المسؤولين يديروا حل. يعني كنتمناو ان القائد الاعلى لهاد البلاد جلاله الملك محمد السادس يتدخل، يعني بالتدخل ديالو الشريف، ويشوف لنا حل ويوضع حد لهاد المأساة هذه اللي كيعاني منها المواطن. كنطالبوا بها رئاسة الحكومة، وزير النقل واللوجيستيك، وزير الداخلية، راه كنطالبوهم هما شخصيا. حنا بعاد على حركة 20 فبراير، وعاش سيدنا، وعاش المالي، وعاش المالي، وعاش المالي، وعاش المالي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.